والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الإخوة الكرام جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إن شاء الله في فضيحة هؤلاء المجرمين من أعداء الدين وأعداء الملة والإسلام، وإن شاء الله نحن فضيحتنا دي حتتواصل حتى نكشف عوار هؤلاء للناس جميعا، وده الخايفين منهم. عشان كده لملموا النازل، وزي ما تفضل شيخ أبو بكر عملوا مؤتمرهم ده اللي كله هو مخالفة للدين ومعارضة للإسلام، عمله في غرف مغلقة، وكلهم جو يعني يفرغوا الحق بتاعهم على الإسلام وعلى الدين ويستهزوا بشريعة رب العالمين. وأنا يعني داير أذكر نقاط توريك ليه الناس دي عملوا كده. أنا ما حتناول نقاط كثيرة في المؤتمر، وإنما حذكرك بعقائد هؤلاء المضلين المجرمين، والكلام ده كله بفضل الله وحمده هو بالوثائق. الناس الأيام الفاتت استنكرت الجريمة النكراء التي سبق إليها الحزب الجمهوري في الاستهزاء بالقرآن، كما سبق قوم لوط إلى فعل الفاحشة. فإن قوم لوط ما سبقهم أحد من العالمين إلى فاحشة إتيان الذكران، وإن الجمهوريين فيما أعلم أنا ما سبقهم ضال أو ملحد أو مجرم في هذه الجريمة، وهي الاستهزاء والانتقاص وتلحين القرآن واستفزاز مشاعر المسلمين. فشغل المقطع رقم واحد. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. طيب ده أخوانا كلام واضح إنه استخفاف بكلام الله سبحانه وتعالى واستهزاء بآيات الله جل وعلا. ربنا قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وعندهم من ده برضو كثير مقاطع تانية برضو يجيبوا صور من القرآن وينشدوها بصورة جماعية. وفعلهم ده أخواننا الحزب الجمهوري هو يشابه أفعال ناس قريش. ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. قال مجاهد إن الذين يلحدون في آياتنا يعني بالمكاء والتصدية والصفير والغناء. ياخذ كلام رب العالمين لما سمعوه الجن يا جمهوريين الله يجننكم في الشوارع، عرفته؟ لما سمعوه الجن ربنا قال قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فقالوا القرآن ده عجيب في نظمه وعجيب في دلالته على الخير. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى عجب منه الجن.
وتعجب منه هؤلاء النفر لما فيه من الكمال ولما فيه من الأحكام ولما فيه من البلاغة ولما فيه من الأخبار الصادقة، ولأنه يدل على الله ويكثر القلوب لتنقاد لله سبحانه وتعالى. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: وهذا يغيظ كل كافر وملحد، وكذلك يغيظ هؤلاء الجمهوريين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته هذا القرآن فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. ليه يا أخوانا؟ لأن يا أخوانا القرآن معجز. القرآن أخبر بأمور سبقت، وأخبر بأمور ستحدث، وأخبر بمصائر ناس. انت تجد استاذة بالقرآن ولسه نحن جايين لموضوع في الطعن في القرآن، لسه عرفته تستاذة انت بالقرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. السين للاستقبال. يا اللي بتقرأ القرآن قال: الرجال قوامون. الرجال دي بي رواية منه؟ أكسر الرجال، الله يكسر حنكك، عرفته؟ فدي الآيات ودي الأدلة واضحة. الآية جات معجزة، صورة المسد دي معجزة، لأنه ربنا قال أبو لهب وهو ماشي بيكر عينه حيخش النار، وأبو لهب سمعه، وهم كانوا حريصين على تكذيب القرآن، كان يسلم عشان يكذب القرآن، صح ولا ما صح؟ لكن شوف القرآن وحجته وقوته. عشان كده يا جمهوريين، كونك تستفز المسلمين ده شر وسوء، لكن برضو ده فيه خير، انه تبين منهجك الحقيقي وعقيدتك في القرآن، انه انت ما شايل القرآن، وانه انت حاقد على القرآن الذي هو كلام الله، وانت داير تستخف بمنزلة القرآن. عشان يا اخواننا القرآن يبقى في نفوس الناس ما عظيم، اي ساقط ولاقط يتكلم ويطعن في القرآن، والزول تاني لو جيت قلت له قال الله يقول لك ده القرآن البيجروز الموسيقى ولا ياتو. طيب المقطع الثاني، وهو برضو كلام للقراي، فيه أيضا الطعن في القرآن. شغل المقطع رقم 2. القرآن الإنسان في الماضي ما طبق نسخ بمستوى أقل منه، نزل في القرآن ولا سماه مصطفى مع مطار فروع القرآن، فروع القرآن بيعمل على مستوى النصايا الموجود في الدولة الدينية اللي بيتكلم عن الجهاد ومملكة أيمانه والرب وقتل الإنسان لأنه ما متفق معك على دينك والنصايا، وأن الناس كلهم بيحكموا خليفة مسلمين واحد، وأن المرأة أقل من الرجل والرجل قيد مع المرأة، كل النصايا اللي احنا هسه نشوفها في الصورة الدينية، وبيتهموها الناس كأنها هي رهاب الدين، والعمل اللي بتعمل فيه داعش هسه ده كله موجود في القرآن، لكن موجود في القرآن بدل ما الناس مارسوه في الماضي وغاب عليهم دولة المدينة. وهو مناسب كان وحقيقي وصحيح في وقته. طيب الزول اللي بيقول انه القرآن يا اخواننا اول حاجة بقسمه لمكي ومدني زي ما فصل لك شيخ ابو بكر، وديك زيادة. اول حاجة كونه تقول القرآن المكي هو الانساني، لانه القرآن المكي اقر حرية الاديان، ده كذب كذب، لان القرآن المكي والمدني وكل الكتاب جل عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ربنا سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا لشنو؟ إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وربنا سبحانه وتعالى ناقشهم، ربنا عز وجل قال: أم خلقوا من غير شيء، ده في القرآن المكي، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك
أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا ده في القرآن المكي فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وربنا قال لكفار قريش في القرآن المكي سورة القمر أكفاركم خير أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر ربنا قال سيهزم الجمع ويولون شنو الدبر ربنا قال إنه فكر زيدا وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر هذا ربنا ساوى في القرآن المكي بين الكفار والمسلمين يا كذاب ربنا سبحانه وتعالى قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ده في القرآن المكي انت بتتكلم ساكت ولا شنو انت قال البلد فاك ساكت ما في ناس بيقبضوا الكذب حقك ومما يفك له كذبة كبيرة جنبه كباية فوق عصير فوق قهوة فوق حاجات خطيرة في اجنو انا ما بعرف يقوم يديها شفطة وتاني يرجع عشان يوزن الشغلة عشان يفك لانه نقام القاعدين ديل عد عليهم الزمن جايب لهم مجموعة من شنو كده عجائز نيسابور ويقعد يكذب لهم وما فهمت اي حاجة فهمت؟ وديك تقول لي لا خليني انا ناظر لك شيخ مزمل بعد شيخ مزمل ده اذا ناظرك ومت في المناظرة دي ما جريمة 130 فهمت؟ فان شاء الله انا اجيب لك واحدة من السلفيات حبوبة كبيرة موحدة ولا حالة طيب ربنا قال الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قال السعدي رحمه الله كلام يشرح البطن قال محمود وما قال محمود بتعمله يا انه ليه محمود عرفته وتجي ترسل لنا في الحريم دي نساوات الرجل بالمرأة ولا شنو عشان يجي ناظرا ما تجي انت دي اكبر منك دي اختك الكبيره تعال انت والله انا خايف يمشي يوقف الصف العش المهم طيب قال فنفي العوج انه ليس في اخباره كذب ولا في اوامره ظلم ولا عبث ده كتاب ربنا سبحانه وتعالى وكونك تقول ان القرآن برضه فوق الشيء اللي بيعملوه ناس داعش انا جايك بالتفصيل لناس داعش وغيره عرفت اللي بيعملوه فوق ناس داعش والوحشيه والقتل والى اخر ده اتهام لرب العالمين انه نزل قرآن انسان ونزل قرآن وحشي ربنا ده ما حكيم سبحانه وتعالى ولا عليم سبحانه وتعالى ولا ربنا رحيم بالعباد ولا ربنا رؤوف سبحانه وتعالى يا كذاب يا دجال عرفته وبرضه الايه اللي بيستدل بها وهو ما حافظ قران بيقرا الرجال انت من الرجال عشان تقرا صح المهم الايه من سوره الكهف وقل الحق من ربكم ما قادر يجيب الشبهه مستوى لي تقول لي تجيب حبوبه وانا بقدر ادافع حبوبه الله يهدينا يهديك عرفته ربنا قال وقل الحق من ربكم العلماء قالوا ده اسلوب التهديد هذا الحق واضح فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل ده التهديد هنا عرفته يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة لو ظل قال لك بئس الشراب وساءت مرتفقة في الحفاظة دي تمشي تشربها يا قراي قال أنا العلم بتاعي ده ما بزول حصل ما بزول بحصل لها بالة دي طيب القرآن المدني اللي بيطعم فوقه نمسك وطبعا يتكلم عن موضوع المرأة وأنا بالذات جبت صورة النساء أول حاجة ده من تكريم المرأة ربنا نزل صورة كاملة اسمها صورة شنو؟ صورة النساء طيب نقف إن شاء الله للصلاة ونواصل الرد على هذه الشبهات وهذا الباطل بعد الصلاة إن شاء الله الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه من والاه نواصل في الرد على افتراءات وطعن القراية الواضح في الإسلام وفي القرآن وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الأحكام الشرعية طيب فقلنا يا أخواننا إنه هذا من الكذب والباطل إنه يفصل القرآن المكي من المدني لأنه ربنا سبحانه وتعالى
قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ربنا سبحانه وتعالى قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والعقل بيقول إنه ما ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينزل كلام وهو أصدق الكلام وأحكم الكلام وأعلى الكلام يكون جزء منه باطل وجزء منه حق، جزء منه بيصلح الناس وجزء منه مش هو قال حسن وأحسن، لا، عنده واحد فيما يزعم هو أحسن وعنده واحد قبيح ما بيصلح لنا تماما زي ما حيجي هنا من عقيدته هو شيخ. طيب القرآن المدني فيه نمسك سورة النساء قلنا كمثل، أول حاجة التأكيد في أول آية على الحقوق، على حق الرحم، واحد. نمرة اثنين التأكيد على حقوق اليتامى. ثلاثة التأكيد على حقوق النساء المالية في الورثة. أربعة تحريم زواج المحارم. وطبعا ديل قالوا بينكروا القرآن المدني وهو ما الإنساني، معناه عند القراي ما تزعل من الكلام ده، ما كلامك انت بيلزمك، انه القراي بيجوز انه يعرس امه واخته وعمته وحبوبته وبته، وممكن يلقى ولده فات اغترب ولا كده يمشي ياخذ له سحبه ويجي راجع، ما ده كلامه، لانه الورد التحريم، ورد التحريم لهذه الامور في القران المدني في سوره النساء. وكذلك فيه حل المشاكل الزوجية إن خرجت عن سيطرة الزوجين، وده الكلام الرد عليه الشيخ أبو بكر جزاه الله خير، نسأل الله يجعل له في موازين حسناته. كأنه الإسلام قال لك المرأة دي من البداية أو قبل ما تعرس المرأة تمشي سوق ليبيا تجيب لك صوت عرض بتاع جلد بتاع جرينتية وتقع فيها ضرب. هل الإسلام قال كده؟ هل النساء اللي بيدرجوهن بالحكمة العظيمة دي ديل النساء التي أطاعت زوجها وصامت شهرها وصلت فرضها وحفظت زوجها في نفسها وماله ديها دميها؟ لكن النشوز هو إن المرأة ترتفع على الرجل وتخرج من طاعته، فهنا يتدرج معها الرجل في التأديب. والأسرة دي يا أخواننا ممكن يكون فيها راسين، ده عنده طلاق وده طلاق وده زواج وده زواج. المثل السوداني بيقول لك رئيسين مالهم بيغرقوا المركب، والمركب ذاته ناكرينه، المركب ذاته ناكرينه. لكن ما ممكن يكون مركب أو أسرة أو منظومة سميها أي حاجة يكون عندها رئيسين، لابد يكون في رئيس واحد وهو الرجل. وربنا سبحانه وتعالى لما أدى الرجل القوامة وحق الزواج والكلام الكثير ده بناء على خلقة المرأة، ربنا قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الليلة الساون ده الخواجة بيقول لك عشان تشغله تعمل كده وتسوي كده وتدخل لك كهرباء قدر كده وتشغله في كده وأجواء كده، ما تشغله إلى آخر. الخلق المرأة منها قرقوي، خلق الله رب العالمين. ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. خليك قبل الآيات والأحاديث، الكفار ناسيداو، خليك من القرآن المدني اللي انت قلت بيضطهد المرأة، يتكلم لنا في اتفاقية سيداو دي قالت يا أخواننا المرأة نساوية بالراجل، أها وبعد ذاك قالوا لكن يا أخواننا المرأة دارين نعمل لها حاجة في الاتفاقية دي اسمها التمييز الإيجابي للمرأة. تمييز إيجابي يعني في تمايز بين العنصرين المرأة والرجل والذكر، المرأة والرجل الذكر دارين نعمل تمايز. يا أخوان أنتوا ما قلتوا ناس مساوية ناس اتفاقية سيدة، وقالوا لا المرأة دي طبعا بتعتري حالات من الشهر وطبيعة خلقتها ما زي الراجل. وطيب القرآن كان بيقول في جناها ما قال لك وليس الذكر كالأنثى، المرأة والراجل ما واحد عشان انت تساويهم، عرفتها؟ عشان كده يا اخواننا كانت الحقوق والواجبات موزعة على أساس العدل، عشان كده الآية جاءت إن الله يأمر بالعدل ما بالمساواة، لأنه العدل قد يقتضي المساواة وقد يقتضي غير المساواة، عرفتها؟ المهم اللي بفهم الناس زي شنو. طيب وفيها أيضا النهي عن تحريف كلام الله.
وفيها الإحسان إلى الجيران وابن السبيل وابن السبيل والأقارب، وفيها الدفاع عن حقوق اليتامى والمستضعفين. دي صورة النساء بلاه. تزعة فيها عدم الغدر بالمواثيق. 10 فيها آداب القتال، حدينا إن شاء الله. 11 فيها تحريم قتل النفس ولو كانت كافرة وما يترتب على ذلك من حقوق دينية ومالية بغير وتيحة. فيها تحريم رمي الناس بالكذب والباطل ورمي الأعراض. فيها الأمر بالعدل وقول الحق ولو كان على الوالدين والأقربين. دي أكثر من 10 مسائل، وده بس يا دوب في نص السورة. أمشي حصل لحد نهاية السورة، شوف الحكم دي. نحن بنسألك سؤال، جيب لي زول جاب حكم في القرآن المدني قال الحكم ده في بابه ما مناسب. طيب سورة المائدة أول آية فيها يا أيها الذين آمنوا شنو؟ أوفوا بالعقود. ده بناسب ناس داعش يا كذاب يا مجرم؟ ده شغل ناس داعش؟ ناس داعش بيوفوا بالعقود؟ ها؟ ناس داعش يعني بيكون قتالهم وجهادهم زي شغل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكن يا أخواننا ده زول دار ينكر الجهاد، وربنا سبحانه وتعالى قال جوا عينك قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. جوا عينك، عرفته؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، عرفته؟ فكلامه ده كله باطل وكله طعن في القرآن وطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. ناس داعش بيعذبوا بالنار، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل رجلين أن يحرقا رجلا ناداهما بعد أن خرجا فقال إن وجدتموه فاقتلوه ولا تعذبوا بعذاب الله. ده الناس داعش بيعذبوا بالنار ويمثلوا ويقتلوا وغير من الكذب، وشغلهم ذاته ما عنده علاقة بالدين، ولا هو جهاد ولا سبقته دعوة ولا عليه أثار من علم. لكن يا أخواننا ده الشغل بتاع الإجرام حق الجمهورية. طيب بيطعنوا في القرآن، ما شايلين القرآن نهائي. من عقائدهم أيضا عقيدتهم في الله، إنهم بيعتقدوا إنه ربنا والمخلوق واحد، وإنه المخلوق ممكن يحصل مرحلة يبقى هو ذاته رب العالمين. الوثيقة رقم 4 فيها موضع من الرسالة الثانية من الإسلام للكافر الهالك المرتد محمود محمد طه. وأنا دار أقف بعدين إن شاء الله في ختام كلامي في مسألة إنه قال كيف تقول مرتد، وإنه وفي بعض اليوتيوبرز والفزباك والجماعة ديل بيقول لك لا يا أخي الزول ده إنما قتل سياسة. بوريك من كتابه، من كتابك اللي أنت كتبته ألفته. هل نميري أول زول حكم على محمود محمد طه بالردة باعترافك أنت يداك أوكتا وفوك نفخ إنه الإنسان بيكون هو ربنا سبحانه وتعالى؟ أعوذ بالله. قال هنا يسجد القلب إلى الأبد لغاية قال فيكون حيا حياة الله وعالما علم الله ومريدا إرادة الله وقادرا قدرة الله ويكون الله. أنا دار أذكر لك المواضع وبجي برد على إن شاء الله. إن هذا يعني أن حظ الإنسان من الكمال لا يحده حد على الإطلاق. موعود الإنسان من الكمال مرتبة الإله. ده كتاب رقم 1. تجي العجوز دي شايلة شنطتها دار تناظر. طيب أدب السالك الصفحة 44 45 عندهم إلهين، إله مطلق وإله مقيد. قال الداعي إلى الله هنا هو الله وكفى بالله شهيدا، أو قل إن الداعي إلى الله المطلق القديم الذات إنما هو الله المقيد الحديث الذات. هو مقيد لأنه مجسد، بيعتقد إنه ربنا وشنو مجسد، وهو قد قيد الذات القديمة المطلقة ليعرفها الناس ذلك بأنها في صرافتها إلى آخر ما قال. هنا في كتاب اسمه القرآن، كتاب أي علاقة بالقرآن، في الصفحة رقم 164 قال ونلاحظ في هذا الفصل برد على واحد قال اسمه مصطفى محمود والفهم العصري للإسلام وده تلتخبه ده. قال نلاحظ
في هذا الفصل فصل أسماء الله أنك لم تتحدث عن أسماء الله إلا في صد في أسطر صفحة 137. ده محمود، ده بيرد على محمود المصري، عرفتها؟ قال وقد تورطت في خطأ كبير. شوفوا الخطأ الكبير شنو؟ قال حين زعمت أن أسماء الله اسم علم على الذات الإلهية. ده قال خطأ كبير، ده بتاعنا والله. لو وزع كفر هذا السوداني على كفار الدنيا لوسعهم وزاد. قال والحق أن الله إنما هو علم على الذات الحادثة وهي الإنسان الكامل. ده كفر بالله. ربنا كفر النصارى ليه؟ مش لأنه قالوا زي محمود محمد طه والقراي هم آلهة، لا، لأنهم قالوا عيسى النبي الصالح والرسول المكرم من أولي العزم الخمسة من الرسل قالوا هو إله. ربنا كفروا. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ربنا قال ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. يختبق إله كيف؟ ربنا سبحانه وتعالى قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. طيب ما هي صفة هذا الرب وهذا الإله الذي له ملك السماوات والأرض؟ عندك حاجة فيها قراي؟ شيخك محمود عنده فيها حاجة؟ عنده فيها كان حبل بس، جزا الله خيرا النميري، حبل بس، والحبل ذاته ما مشى معه ولا قدام بفضل الله، عرفته؟ ربنا قال الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، لأنه ما محتاج لولد، ولأنه ما بيرثوه سبحانه وتعالى، ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء، كل شيء، الكافر والمؤمن، الملحد والمسلم كلهم، والسماوات والأرض وما فيهن وما بينهما، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وآيات كثيرة جدا، عرفتها؟ ربنا قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم. لو كان في آلهة مع الله كان حصل تنازع في الكون. البشر لما بقى في تنازع في الملك والسلطة هذا اللي نحن عايشين. سكر 200 جنيه، ما أعرف ليك زيت شنو كده 400 جنيه، طعمية 50 جنيه، المهم ماشي شغلة ماشي، عرفتها؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى لا منازع له ولا شريك له ولا ند له ولا كفء له. هل تعلم له سمية؟ طيب آيات كثيرة بترد على الباطل ده. طيب قالوا الإسلام ما كان، والله جيب الرسالة الثانية وثيقة رقم 5 الصفحة رقم 134 135. ده محمود محمد طه، ده قال ما كافر، ما كافر قال. طيب الزول لو دارك فروع ما شنو؟ الباب السادس الرسالة الثانية صفحة 134 قال وقد ظن كثير من الناس أن في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم تعني أن الإسلام كمل عند الناس وانتهى إلى قمة كماله يومئذ. وهؤلاء حين يقرؤون قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم يعتقدون أن تبيين القرآن قد تم، وليس هناك أمر هو أبعد من الصواب من هذا الرأي. رأيكم شنو يا ناس؟ ديل عندهم القرآن بيزيد ويتطور، القرآن والسنة والشريعة، وده كذب وباطل. لأنه ربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم، قال ما في شيء أبعد من الصواب من الرأي ده. ده ما رأي، ده كلام الله. الله اداك رأي يعني انت ترد وتاخده زي ما داير؟ ربنا عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وشنو ورضيت لكم الإسلام دينا. عشان كده اليهود يا جمهوري انت شايت وين ذاته؟ انت مع من ذاته؟ كده قف معهم عشان نعرفك. اليهود عارفين انه الدين ده كمل. جل عمر بن الخطاب في البخاري قالوا يا أمير المؤمنين إن عليكم معشر المسلمين آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم. قال والله إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، في يوم عرفة، وذلك يوم الجمع.
نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا كمل الدين وأتم النعمة، بل جاء في كتب اليهود في التوراة كما جاء في حديث البخاري حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال إنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها الرسول يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. عرفته؟ ده الدين كمل كمل. طيب عندما الطعن في الأنبياء، أنا دار أمشي سريع، الوثيقة رقم 6 كتاب رسالة الصلاة، عرفته؟ صفحة رقم 69. ديل عندهم رأي في الأنبياء، وأنا جاي لك بالتدريج لحد ما نوريك رأي عديل في الرسول صلى الله عليه وسلم، رأي سافل وسفيه. طيب صفحة 69 رسالة الصلاة، ودي اسمها رسالة الكفر ما الصلاة. طيب قال وثالثه أن المجتمع المسلم حقا لم يدخل في الوجود بعد، وده تكفير طبعا زي الأهبل الطويلة اللي اسمه الدالي ذاك. قال وسيجيء في مستقبل الأيام القريبة إن شاء الله حين تقوم المدنية الجديدة، اللي هو ال- 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 الكلام والطعن في الإسلام يعني بنشره فوقه الآن. قال التي تحدثنا عنها هنا وفيها يبلغ سائر الأفراد الإسلام، وهي مرتبة لم تتحقق في المجتمعات الماضية إلا للأنبياء، وحتى هؤلاء قصر عنها بعضهم، حتى الأنبياء ما قدروا على الإسلام. وربنا سبحانه وتعالى قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. والله الآية بتقول بترد على القراي بس والجماعة المعاو، لو آمنوا إن الأنبياء دي المسلمين، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ربنا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون. أها تاني شنو الآية قالت؟ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تنزيه للأنبياء إنهم بلغوا الرسالات ونزهوا ربنا و عظم الله سبحانه وتعالى. طيب قالوا إنهم بيستغنوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الوثيقة رقم 8 الصفحة 80، الوثيقة رقم 7 لكن أنا حامشي فيها سريع. وطبعا ده كلام باطل يا أخوان. قالوا أي الزول بيعبد الله لحد ما يخلي الصلاة بتاعت المعراج اللي هي الصلاة العادية ويحصل صلاة الأصالة اللي هي فيها بتسقط عنه الصلوات. قالوا هنا قال يتخلى حتى عن التقليد للرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحتاج إلى تقليد النبي. صفحة 80 أنا بس ما دار أطول على الناس. وربنا قال فلا وربك، ربنا أقسم ونفى، فلا وربك لا يؤمنون حتى شنو يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإنت الرسول صلى الله عليه وسلم لا بتستغنى عنه في الدنيا في الهداية والاتباع والعمل والتصديق والإيمان، ولا بتستغنى عنه في الآخرة أن يحشرك الله سبحانه وتعالى في زمرته. ربنا قال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وربنا قال عسى أن يبعثك ربك شنو مقاما محمودا. نبي صلى الله عليه وسلم يشفع الناس كلهم بيجوه عشان يشفع عليهم إنه ربنا سبحانه وتعالى يقضي بين العباد. لكن شنعرف القراي. طيب المقطع رقم 8 وده من أخطر المقاطع، ده من أخطر المقاطع اللي بتفضح الناس ديه، فيه طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم طعن شديد، ونحن جبناه عشان نكشف هذا الزيف والباطل والناس تعرف حقيقة الحزب الجمهوري. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في مستوى المدني قال إنما بعثت بالذبح، أنا جايكم بالذبح، فالمسلمين ذبحوا آلاف مؤلفة من الناس
بقيادة النبي وبقيادة الصحابة وبقيادة التابعين. ده اخواننا منتهى الانحطاط واجتزاء الحقائق والكذب. طيب اول حاجه الحديث ده الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لمنو؟ الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لمعشر قريش، قال يا معشر قريش اتسمعون يا معشر قريش اما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. طيب يا قراي يا بقلب يا بقلب مرهف يا ود يا حساس، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قريش ديل عملوا شنو؟ قريش ديل اول حاجه كفروا بالله، ودي ما بتهم القراي. نمره اثنين طعنوا في القران، وقرينا لك الايات من سوره المدثر ودي ما بتهم القراي. نمره ثلاثه عذبوا المسلمين، ابو جهل يجي لسميه بنت الخياط يطعنها في فرجها لما تموت، ويشيل بلال يشيلوا بلال يخدوه في الرمضاء بتاعت مكة والصحاري والصخور ويرفعوا فوق الصخور، ويهجرون من بلادهم التي نشأوا فيها، هاجروا هجرتين، واحدة للحبشة واحدة والتانية الهجرة الكبيرة للمدينة، امرقوهم من بلادهم ويكتلوهم ويقطعوا دماؤهم بالسياط لحد ما يجي خباب بن الأرد يقول يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ بلغوا مبلغ عظيم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى به فيجعل في حفرة فيؤتى بالمئشار فيجعل في رأسه حتى يفرق فرقتين ما يصده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله أو الذئب على غنبه. عرفته؟ أنت تجي تطعن ده ما من حقهم؟ ده ناس قريش، ناس قريش قاطعوا المسلمين، عملوا عليهم حرب اقتصادية. يا أخي أنت الليلة بتقول المساواة بين الأديان وحرية الأديان من ناحية من منهج جمهوري ليبرالي كده، ما من حق النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لدعوتهم مع حرية عقيدة. من ناحية المساواة للمنابر النبي صلى الله عليه وسلم ما من حقه يمشي مكة ويتكلم في القرآن، أبو بكر الصديق يمرقوه في صحيح البخاري يقول له آذيتنا بالقرآن. عرفته؟ وين حقوق المرأة؟ مرأة بيقتلوها يا قراي، وين حقوق المرأة؟ المساواة وينها؟ سمية رضي الله عنها عندك مرأة محترمة؟ عرفته؟ قال كتلوا آلاف المسلمين، ده الناس معتدين، ربنا قال أذن للذين يقاتلون بأنهم شنو؟ ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لكن يا أخواننا نازل ضاقت نفوسهم بالحدود الشرعية وبالجهاد في سبيل الله، فتح مكة سببه شنو؟ العهد بعد ما حصل في صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين جغدروا لحد ما جاء يعني عمرو بن سالم الخزاعي وجاب قصيدة يستنصر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا ربي إني ناشد محمدا، كتلون بالليل، حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم أسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر رسول الله نصرا أبدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجرد، إن سيم خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي في كداء رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، فهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير سجدا، وقد هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم. عرفته؟ النبي صلى الله عليه وسلم عنده آداب في الجهاد، بيقول لهم اغزوا بسم الله، من كفر بالله ولا تقتلوا ولدا وليدا ولا امرأة رأى امرأة مقتولة فقال من صنع هذا ألم أنهى عن هذا، قيل له هو خالد رضي الله عنه، قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد.
جهاده رحمة عليه الصلاة والسلام. يا أخي خليك من كلام الكفار ونجيب لك كلام العظماء. مئة الأيام دي قبل أيام أسبوع بايدن رئيس أمريكا الكافر ما استدل بحديث من رأى منكم منكرا فليغيره. بايدن بيقى كوز ولا جنو يا قراي ما بتخاف الله؟ تطعن في دين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أي حاجة جابها النبي صلى الله عليه وسلم نحن بنفتخر بها، وأي حاجة جابها القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم دي فيها الهداية والخير والأمن والمجتمع بيبقى تمام. عرفتها؟ قطع يد السارق ده من الحدود نعمله. جاء واحد زي القراي زمان قال يد في عشر مئين في خمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونعوذ بالله ربنا من النار. بيعترض قال اليد دي لو زول اتلفها من غير وجه حق 500 دينار ذهب، ولو سرق بيقطعوها له. ردوا عليه العلماء قال له لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت. عرفتها؟ دي القرآن ودي الحدود ودي شريعة ربنا سبحانه وتعالى، شريعة كاملة، شريعة ليس فيها نقص، شريعة يقتدي بها العاقل وتكون له الكمال الإنساني. الدين والقرآن والسنة فيها رفعة البشر وفيها الرقي وفيها الحضارة وفيها التقدم وفيها الإصلاح وفيها النور وفيها الهداية وفيها الخروج من المشاكل ومن الفتن ومن الغلاء ومن البلاء ومن الوباء إذا رجع الناس إلى رب العباد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياه وجميع الحاضرين. جزاكم الله خير، بارك الله.